أخوتي الموسيقيين في كل مكان، أرحب بكم في فيديو جديد لبرنامج الكورك بي أي مانجر الإصدار الخامس، معكم سامر جزراوي. الإصدار الخامس بالمختصر يحتوي على انتقالة كبيرة في مجال البرامج التي تخدم مستخدمين الكورك. اليوم سنستعرض جزءا مهم من هذا الأبديت الجديد. البرنامج يحتوي على انترفيس يختلف عن الانترفيس اللي قبل، أسهل وأوضح. هذا الجزء الأول هو للكيبورد سيت أو KST الخاص بالPI5X. عندنا السيت مانجر لكل الكيبوردات اللي هي PI4X, PI700, PI1000, PI3X وإلى آخره إلى حد PIAD. أيضا عندنا السامبل مانجر. أيضا عندنا كالعادة الفايل فيور. خلينا نجي نعمل لود لسيت. مشكور الأخ أوجين أرسل لنا هذا السيت حتى نعمل عليه التست. يأخذ بعض الوقت حتى يحمل. بهذا الاكزامبل راح استخدم الـ PA4X، نقول له OK. راح نجي على أول ميزة موجودة بالبرنامج اللي أنا شخصيا حبيتها جدا، وهي ميزة الاستماع إلى الإيقاع. خلينا نسمع فاريشن 2. Variation 3. طبعا مو دائما يشتغل 100% مثل الأورغن. وكأنه مرات تبطأ السرعة لما نحرك الماوس. أعتقد السبب يعود لأنه الدرايفر ما راح يتحمل كذا برنامج يشتغل على درايفر واحد، لذلك نحس الإيقاع كان يبطأ، وأكيد هو برنامج مو كيبورد. خلينا نسمع فد ترك من فارياشن 1. شوف هذا ترك البركشن لحال، هذا ترك الدرام. أوكي مثلا هذا البيز، خلينا نروح نسمع ايقاع ثاني شوي ننوع. نسمع ايقاع الخقة. الخقة هو ايقاع اشوري طبعا. نروح على variation 2. اوكي شوف، بس احرك الماوس احس كان الايقاع يبطا. راح اشوف احكي ويا الشركه اذا ممكن نشوف حل لهذا الموضوع. خلينا نسمع بس البركشن بفاريشن 3. حلو. الدرام كيت. خلي ان نروح نسمع ايقاع اخر شوي نسرع من التيمبو. راح اسرع السرعة اذا لاحظ. اوكي نروح على variation 2. ومثل ما سمعنا انه البرنامج يشغل الايقاعات، يشغل الفاريشنات، ويشغل كل ترك لحال. طبعا اكيد راح يكون اكو اصوات ما تشتغل، راح اكو ايقاعات مو كلها تشتغل بصوره صحيحه، بس خلينا نكون واقعين انه هذا البرنامج هو ليس كيبورد. الكيبورد يحتوي على
كذا انجن يشغل هاي الايقاعات بطريقة مختلفة. هذا البرنامج هو مجرد يسمعك هذه الايقاعات الى اقرب نقطة، يعني اذا انطانا 80% يعني شيء عظيم. سماع الايقاع، فحص الايقاع قبل ما ناخذه راح يسهل لنا كثير من الوقت، ويوفرنا كثير من الوقت حتى نقعد نشتغل على ايقاعاتنا وعلى سيتاتنا. الفيديو اللي بعده ان شاء الله راح يكون يخص الايفنت اديت، وراح اشرح على هذا الموضوع، موضوع الايفنت اديت، لانه موضوع جدا مهم، يمكن اهم ما موجود بالبرنامج هو موضوع الايفنت اديت. سو اشوفكم بالفيديو القادم. شكرا لكم، كان معكم سامر جزراوي.